تحتاج لأربع حبات من الكيوي، 300 جرام من الشوكولاتة، حبيبات ملونة، وعيدان خشبية. بس هذا كل إشي رح تحتاجوه لتعملوا دوائر الكيوي بالشوكولاتة. تمام. هلا كثير هم بسيطين. هلا انا سميتهم الدوائر لانه المفروض انه الكيوي مدور. بعدين امبارح رحت على السوق انه الاقي حبه كيوي مدوره ما في، طلعوا لي كلهم بيضاويين مش عارفه ليش هيهم. فبتمشي الامور، معلش بتمشي الامور، فبنقدر نسميهم دوائر اللي بدنا اياه. هلا بدنا نجيب الشوكولاته. انت هذا الجزء اللي بتحبيه؟ طبعا الشوكولاته مثل ما تعودنا دائما جابتها ايمان وحطتها ب وعاء فيه مي سخنه وبتذوب فيه عشان أدوبها. هلا نحن لما نحكي شوكولاتة 75، بتعرفي ال 75% معناته 75% كاكاو، وال 35% اللي بضلوا 25% اللي بضلوا بيكونوا حليب زبدة وسكر. عشان هيك كل ما علي كل ما تكون أسلم شوكولاتة، فيهاش سكر فيهاش حليب فيهاش زبدة. صح، نسبة الأشياء المضرة حتى كنا. لا. فهلا بس إشي كتير 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 بسيط، بنحطها بعيدان، بنحطها بعيدان خشبية زي ما أنتم شايفين، بنغزها وبنغطسها بالشوكولاتة. الشوكولاتة لازم تكون دايبة عشان ما تغلبكم. نحاول نغطسها كلها كاملة، تكون الشوكولاتة دايبة بس كمان مش كتير عشان تلحق تنشف معنا. نحاول نخليها تنزل على الأخير. هلا شوية سبرينكلز للأطفال، إذا لناس كبار بنخليها بلا سبرينكلز. ممكن نحط عليها جوز هند إذا كان للكبار مكثرات. بس انت مش عارفه انه قليلي يعني بعد بحب السبرينكلز اكثر من الصغار. انا من الناس اللي بحب السبرينكلز ممكن جد كثير اكثر من الصغار. فبعدين هذه فكره لطيفه جدا برضه مثل ما حكيت ربع اعياد الميلاد يكون في عنا شيء صحي عم نقدمه للاولاد الصغار بطريقه مختلفه، وبرضه هم يعني رح يطلعوا الشوكولاته بالاخير من برا طريقه بسيطه جدا فكره لطيفة. وبتنعمل بالبيت بسهوله. انا بحب الاطفال ياخذوا سناك خفيف لانه زي ما قالت ربا مش رح يلحقوا بالنهار قد ما في مغريات وقد ما في طبعا. فاذا احنا بنحط لهم اصلا بوجههم الاشي الاحسن اكيد خلص ياكلوا بيشبعوا ما بيضطروا بتعودوا عليه. انا حاطه هون شويه بسكوت وقرفه عشان بس اغطي الخضار. حلو ممتاز تمام.